لماذا لم يستطع أحد طرفي الصراع حسم الأمور؟ يعني كان تحدثنا في الإجابة على هذا السؤال، وقلنا أن تعقيدات المشهد البشري هو الذي يؤخر حسم هذا الصراع، مع أن نقطة النهاية في هذا الصراع كما ذكر لك دكتور علي منظورة للجميع، يعني هي محسومة، ولكن الوصول إليها يحتاج إلى أن تمشي القوات المسلحة وهي في ذات الوقت تحارب بالطيران وتحارب بالمدرعات وتحارب بكل الأسلحة المتاحة لها. مع كل هذا القوات المسلحة تحتاج أن تمشي على أمشاطها في ميدان هذه المعركة، باعتبار أن هذا الميدان مزدحم لآخره بالمدنيين وبالمصالح المدنية. الصراع للأسف الشديد هذه المرة هو في قلب الخرطوم، أكثر ولاية اكتظاظا بالسكان، عدد السكان فيها يتجاوز 10 ملايين سوداني، والبؤر الصراع والاقتتال تنتشر في كل جسد الولاية وفي كل أكيام الولاية، وبالتالي هذا يفرض على القوات المسلحة بحكم بعدها الأخلاقي وبحكم بعدها المهني أن تمشي في هذا الميدان بالجدية المطلوبة، وفي ذات الوقت أن تمشي على أطراف أصابعها حتى لا تتضرر رقعة كبيرة من سكان ولاية الخرطوم. لكن محاولة التشبيه دائما الصراع بين الأقطاب العسكرية، هذا صحيح طبعا، الصراع بين الأقطاب العسكرية هذا لا يتم حسمه إلا بالتصفية، إلا بهزيمة أحدهما. لكن بالنسبة للمشهد هذا هو الصراع صفري يعني اليوم في السودان، هو يجب أن يكون هذا باعتبار أن واجب القوات السودانية المسلحة هي دحر التمرد بالكامل. الآن صحيح الصراع قد أخذ تمظهر في بداياته أنه تنافس بين البرهان وبين حميتي، صحيح في الأول كان يتخذ هذا العنوان، ولكن الآن الحشد الذي يحاول أن يستدرك حميتي في قلب الخرطوم هو حشد عشائري يأتي من خارج الحدود السودانية. لهذا نحن نريد أن نقول أن الحرب في السودان الآن هي حرب عشائرية لمحاولة السيطرة ومحاولة مناصرة جهة عشائرية لها امتدادات حتى خارج الخرطوم، وهذا بدأ بعبث السياسيين. عادة ما يقوم السياسيون بالعبث بالمكونات العسكرية وبالفتنة فيما بينها، ولكن الآن باعتبار أن حميتي حالة خاصة في هذا الصراع، لديه امتداداته العشائرية والإثنية خارج السودان. الصراع الآن أصبح صراعا مختلفا للغاية، من الصعب جدا توصيفه عشائري قبلي.